الحسد والعين وراء وفاة يوتيوبر مصري شاب. هذا ما ردده معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس إثر وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي البالغ من العمر 25 عاما. حقق الحفناوي نجومية واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية. اشتهر الشاب المصري بفيديوهاته الساخرة وتخطى عدد متابعيه الملايين في مواقع يوتيوب وإنستغرام وفيسبوك. في نهاية شهر يوليو الماضي أعلن الشاب المصري عن افتتاح الفرع الخامس لمطعمه، وبعد أيام قليلة شعر حفناوي بآلام في بطنه والكتف الأيمن وبتشخيص خاطئ أخبره الأطباء بأنه يعاني من التهاب بالقولون، وبعد ساعات فقد الوعي ليعلن الأطباء إصابته بجلطة في المخ. أدى تشخيصه الخاطئ إلى مضاعفات شديدة، إذ أصيب بعدها بضمور تام في الجزء الأيسر من المخ وشلل نصفي ودخوله في غيبوبة. في تلك اللحظات انطلقت حملة للدعاء لحفناوي من متابعيه، وتصدرت دعوات الشفاء الوسوم الأكثر تداولا على تويتر في مصر، حتى توفي صباح يوم الاثنين بعد تدهور حالته الصحية. وشيع جثمانه في جنازة كبيرة حضرها أهله ومحبيه، كما نعاه العديد من المشاهير ونجوم الفن. في الوقت نفسه أثار خبر الوفاة غضبا عارما بين النشطاء، معبرين عن غضبهم بسبب الإهمال الطبي الذي أدى إلى الوفاة، خاصة بعد إصابة يوتيوبر جديدة بجلطة في الرئة بسبب تشخيص طبي خاطئ. ومن ناحية أخرى ربط البعض واقعة الوفاة بالحسد، مطالبين الجميع بالتوقف عن الحسد وحب الخير للآخرين. شاركنا برأيك، هل أودى الحسد بحياة مصطفى حفناوي؟ إيكو عربي.